المشكله، وهي بتقول احنا من يوم ما اتخطبنا اصلا وانا ما بعرفش اقول له كلمه حلوه، ما بعرفش اقول له يعني المشاعر دي مش عارفه اعملها يمكن، والمشكله بتعرض. انا سالتك هو معقول كده؟ هو معقول استاذه اشجان في ناس ما بتعرفش تقول الكلمه الحلوه؟ اه فده يخلينا نتكلم الاول، خلينا نشوف معنى الجفاء او الجفاف ما بين الزوجين وايه هي مظاهره. يعني هبدأها من الرد، هي في ناس كده؟ اه في ناس كده، الناس اللي هي فعلا بتبقى مش قادرة تعبر عن مشاعرها او انها تطلع اللي جواها. لو هنيجي نقول بقى ايه هو الجفاف او الجفاء العاطفي، هي الكلمة حتى فيها هي الكلمة جافة لوحدها ناشفة. فهي الجفاف لوحده او الجفاء العاطفي مش لازم يا جماعة موضوع الزوجين، يعني الشخصية الجافة ما بتبقاش بس انا ببقى مرحة وعطوفة مع الناس كلها وباجي مع زوجي بينضب بقى البحر من العطاء ده وما بعرفش اكلمه. لا، هي الشخصيه الجافه بتبقى شخصيه متربيه ومتعلمه على اساس ان هي لها واجبات وعليها لها حقوق وعليها واجبات وبتادي الامر بشكل زي ما هي تفضلت قالت كده في المشكله اللي بيطلب مني بعمله. غالبا بتبقى شخصيه مسالمه ولكنها لم تتعلم العطاء النفسي. هو ده بيبقى خلل معين في الشخص، زي ما ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أطياف وأشكال وألوان وخلق لكلنا هي مشاعر واحدة، الحب والكره والظلم والعدل، كل دي صفات، الشخصية اللي بتغضب والشخصية المسامحة، فدي كلها سبحان الله كوكتيل المشاعر ده. ربنا خالق كل واحد ازاي يكتسب الصفة، ازاي يتعامل مع الآخرين بالصفات دي، ازاي أتخلص من صفة سيئة لو في صفاتي كلها اكتسابها فن ومهارة. عشان كده بتلاقي ان في كل مجتمع او كل محيط كل ما بتظهر كل ما الصفات فيه بتضيق على قدها. يعني ايه؟ يعني التربية الريفية غير التربية الحضر، غير البنت المتربيين برة، الاسر المتربية في الخارج، غير دول يعني الاساس فيهم ايه؟ الاساس بيبقى الدين اللي هم تابعينه ان كان ان شاء الله يعني مسلمين، والمحيط اللي هم موجودين فيه والاهل، الحاجات دي بتتزرع فبتبدأ تتشكل الشخصيات. لما بنتكلم على الشخصية الجافة فهي في جزء كبير وركن خاص بالمشاعر تم فقده وسلبه واستبداله بحاجات تانية خاصة بالشدة. هنقول ايه يعني؟ يعني مش لازم الجاف يا جماعة يبقى شديد او مثلا عصبي، لا، هو الجاف هو لا يستطيع العطاء، مش قادر يدي لان عنده ملل وركود في الحتة دي. وتهميش الامور الخاصة بالمشاعر مش مع ناس تهنتوا بيها، يعني يعني مش لازم الردود تبقى ملهاش لازمة الكلام ده، لا، هو شايف ان دي ملهاش اهمية اصلا ولا يجيد تعلمها. ما عرفش يتعلمها وهو صغير، ما حسش باهميتها. في ناس كتير بتبقى فقدت الامر ده من وهي صغيره، انا مش فاهمه يعني ايه اني رايحه جايه احضن ابني، مش رايحه جايه ابوس فيه. فكلمه الحاجات البسيطه اللي بتدي الثقه وبتدي الامان وبتدي العاطفه والحنان، نبقى فاهم ان في حاجات صغيره اسمها مشاعر. هو شايف ان هي كبر من غيرها وما حصلش نقص. يعني انا بعرف اتعايش الحاجات دي مفروض من هو صغير، يعني فقد الشيء لا يعطيه في النقطه دي، هو افتقدها من هو صغير عشان كده ما قدرش ان هو يديها وهو كبير، ولا العكس؟ في ناس بتقول انا لما ببقى مفتقد حاجه في حياتي بحاول قدر المستطاع ان انا اعوض اللي قدامي اكتر عشان ما يمرش باللي انا مريت بيه. بتبقى دي حسب رغبه الشخص نفسه، يعني تلاقي اب وام شداد جدا جدا في التربيه وطلعوا بنتين، بنت بتبقى عايزه انا زي ماما بالظبط، هي دي اللي طلعتنا صح، احنا ماشيين كده على الطريق. واحده ثانيه تقول انا عمري ما ابقى زي والدتي، والدتي ما ضمتناش، ما حسسناش بالامان والحنان، كبرنا وتملقنا. على فكره دي كانت مشكله حقيقيه، ان هي فعلا اختين وكل واحده ماشيه طريق عن التانية رغم ان الام شديده جدا، ودي قناعتها ان احنا كده صح. على فكره عملنا ايه بالمشاعر؟ فهي حسب رغبة كل واحد وحسب نظرته هي الحاجات دي أنا فقدتها ولا ما فقدتهاش. ممكن صاحبة المشكلة لو كانت اتجوزت واحد منتهى العقلانية والأمر الرومانسي ده مش فارق معاه والدنيا مشيت خلاص، فما كانش هيحسسها ان في أزمة. هي بتقول ان أنا حتى جافة مع أبنائي، هي على فكرة جافة مع نفسها، هي مش فاهمة هي محتاجة ايه. فبالتالي موضوع الجفاف ده مش، والجفاء بين الزوجين مش اساسه ان انا وزوجي، ممكن تبقى هي واختها، هي واصحابها، انا مش عارفه ان في مشاعر راحه جايه. انا بكنلك الحب والاحترام، انما اطلع ده دي فنون بتبقى محتاجه تعبير ومحتاجه اساليب ان انا اعبر بيها. ممكن انا وانت نبقى عايزين نفس الحاجه.